لو احنا هنتكلم بقى دلوقتي ان احنا عندنا اتوم حصل لها انتراكشن with a photon، اوكي، واللي حصل ان الفوتون ده خلى في عندنا في هول ان سام الكترون شيل، يعني في عندنا بعض الالكترونز طلعت او الكترون طلع على الاقل وخلى في هول مكانه، اوكي. عندنا تو كومبيتنج بروسيسز بيحصلوا، حاجه اسمها radiative ترانزيشن وحاجه اسمها نون radiative radiation less ترانزيشن، اوكي. اللي بيحصل في الradiative ترانزيشن دوت ان بيبقى في عندنا فوتون بيبقى emitted، اوكي. الفوتون ده بيعمل ايه؟ الفوتون ده بيخلي الاتوم بتاعتي تنزل من الهاي انرجي ليفل اللي هي موجوده فيه، اوكي، وتملى مكان الالكترون ده بالكترون من خارج الايه، من خارج الاتوم نفسها او من هاير انرجي ليفل في الاتوم، اوكي. او الراديشن ليس ده بيبقى في عندنا حاجه اسمها اميشن اوف او جي الكترون، ده بيبقى عباره عن ان انا بملى الالكترون بتاعي، بملى الالكترون هو اللي ناقص ده من مكان، وعشان الفرق الانرجي بقى اللي هو بتاع الترانزيشن دوت بضطر ان انا اخرج انرجي، بدل ما اخرجها في شكل فوتون هنا بخرجها في شكل الكترون في الايه، في الحاله النون راديتيف دي. ناخدهم كده بالتفاصيل ونشوف بيحصل فيهم ايه. زي ما احنا شايفين في الرسمه دي كده، ده الاستريشن للتو بروسيسز اللي احنا اتكلمنا عليهم. في الوضع الاولاني ده هو الوضع الانيشال اللي بيبقى فيه عندنا هنا زي ما احنا شايفين كده في هول في الكي ليفل، اوكي. فالهول دي معناها ان في عندي الكترون المفروض يبقى موجود هنا ومش موجود. فاللي بيحصل ايه؟ اول بروسيس اللي هي الريديتيف ترانزيشن بينزل الكترون من ال ليفل يملى الفراغ اللي موجود او الهول الموجوده في الكي شيل، والانرجي ديفرنس اللي بتوين ال ال والكي دوت بيطلع لي كانرجي بتاعت الفوتون اللي طالع، يطلع لي فوتون بالانرجي بتساوي بي كي ماينس بي ال اللي هي البايندنج انرجي بتاعت الليفل كي والبايندنج انرجي بتاعت الليفل ال، اوكي. طيب في النون راديتيف ترانزيشن بقى بيحصل حاجه مختلفه، نفس الحاجه بتحصل بالنسبه للفيلينج اوف ذا هول باي ان ال الكترون، يعني في ال الكترون هو نزل بقى موجود هنا في الكي شيل، بس بدل ما يطلع لي هنا فوتون لا ده بيطلع لي هنا الكترون، يعني الطاقه اللي هي البي كي ماينس بي ال دي بتستغل انها تطلع لي من هنا ال الكترون يطلع يبقى فري، اوكي. فالفري دي معناه ان انا بستغل بي ال، اوكي، وبيبقى معاه كاينتيك انرجي عباره عن بي كي ماينس توايس بي ال. ده الكلام ده على اساس ايه؟ على اساس ان انا عندي التوتال انرجي اللي المفروض تطلع هي عباره عن بي كي ماينس بي ال، هطرح منها واحد بي ال كمان علشان الطاقه اللي انا محتاجها عشان اطلع الالكترون ده اخليه فري، يعني احرر الالكترون اللي هو في ال ده عشان يطلع بره، فيبقى معنى كده الكاينتيك انرجي بتاعتي بتساوي بي كي ماينس توايس بي ال. ممكن نبص بقى على البروسيس بالتفاصيل اكتر شويه، نبص على الانرجيز بتاعتي في كل واحده من الخطوات اللي بيحصل فيها. ففي عندنا كذا حاله، الحاله الاولانيه بيفور فوتون سترايكس اتوم، الفوتون انرجي بتبقى اتش نيو، الاتوم انرجي اكسايتيشن انرجي بتساوي زيرو، مفيش اي الكترون خارج، فيبقى معنى كده الانرجي بتاعت الالكترون بتساوي زيرو. وانس ان انا حصل عندي فوتو الكتريك افكت، الخطوه دي خلاص حصلت، الفوتون انرجي خلاص بتتشال ما بتبقاش موجوده، الفوتون انرجي دي كلها ابزوربت باي ذا اتوم. اللي بيحصل ان بيطلع لي زي ما احنا قلنا قبل كده بيطلع لي حاجتين، بيطلع لي الكترون وبيطلع لي يعني بيطلع الالكترون من الـ من الاتوم دي، ويبقى له كينيتيك انرجي عباره عن الايه، عباره عن القيمه دي، اوكي. يعني اول حاجه عشان احرر كي الكترون، او تخيل مثلا ان انا دلوقتي عملت الفوتو الكترون ده طلع من الكي شيل، يبقى معنى كده باخد البايندنج انرجي بتاعته اللي هي البي كي، تبقى هي دي الاكسايتيشن انرجي بتاعت الاتوم الجديده، والباقي بتاع الفرق بين الانرجي بتاعت الفوتون وبين البايندنج انرجي دي بتبقى عباره عن كاينتيك انرجي للالكترون اللي طلع. لو جمعنا كل الكلام ده هيطلع اتش نيو، لازم دايما السم بتاعنا ده يطلع اتش نيو عشان يبقى فيه كونسرفيشن اوف انرجي. طيب الحاله الاولانيه بقى اللي فيها راديشن او radiative ترانزيشن بيحصل فيها دي اكسايتيشن باي ذا ايميشن اوف كي ان ال فوتونز. دي بتحصل ازاي؟ اول حاجه احنا عندنا يعني ممكن يحصل كي فلوريسنس فوتون يبتدي يطلع، يعني يطلع برضو الحاجه اللي احنا كنا بنشوفها من شويه كده، هيطلع ال فوتون او ال الكترون او ال شيل الكترون يبتدي يملا الهول الموجوده في الكي شيل، فيبقى معنى كده يطلع لي فوتون زي ما احنا شفنا في الفيجر اللي هو في الصفحه اللي فاتت، هيبقى عباره عن بي كي ماينس بي ال، اوكي. الباقي بقى هيروح فين؟ الباقي ده هيبقى يعني موجود عندي كاكسايتيشن انرجي للفوتون للاتوم. الاتوم بدل ما كان الاكسايتيشن انرجي بتاعتها بي كي،
بقى عندي دلوقتي هول في ال شال، فمعنى كده الاكسبتيشن انرجي بتاعتها بقت بي ال. لسه عندنا الالكترون انرجي نفس الحاجه، الالكترون اللي طالع قبل كده لسه موجود، فيبقى معنى كده الانرجي بتاعته زي ما هي، يعني الانرجي بتاعته دي تفضل معانا. اوكي، لو جمعنا دول كلهم مع بعض برضه هيطلع برضه المجموع اتش نيو. احنا دلوقتي لسه عندنا الاتوم اكسايتد، لسه الاتوم عندنا الانرجي بتاعتها بي ال، فممكن البي ال دي نملى الهول اللي موجوده في ال شال دي بالكترون جاي لي من بره خالص. فدي هتحصل لي ازاي؟ يبقى معنى كده في عندي الكترون جاي لي من الزيرو انرجي اللي هي يعني خارج الاتوم اصلا، يملى لي الهول دي، فمعنى كده يعمل لي اكسايتيشن او يعمل لي فوتون بانرجي عباره عن بي ال. اوكي، يبقى بعد كده ان هو في عندنا فوتون جاي لي بتاع كي، وفوتون جاي لي من ايه؟ من ال شال فيلينج. اوكي، لسه الالكترون اللي طلع لي في الاول خالص ده لسه موجود هنا. ساعتها بقى بعد ما يحصل الترانزيشن دوت هيبقى عندنا الاكسايتيشن انرجي بتاعت الاتوم بتاعتنا تبقى زيرو. يبقى في الحاله دي انا كده خلاص المجموع بتاعي هنا اتش نيو، وفي الحاله دي خلاص الاتوم بتاعتي وصلت للايه؟ للجراوند ستيت. لو بصينا كده هنلاقي ان الالكترون الاولاني اللي طلع في الفوتو الكتريك افكت موجود، وهيطلع لنا هنا تو فوتونز عشان يعملوا دي اكسايتيشن للايه؟ للاتوم اللي حصل لها ايه؟ حصل لها اكسايتيشن دي. الحالة الثانية بقى اللي هي نون راديتيف ترانزيشن، هيحصل لي ايميشن اوف ان او جي الكترون فروم ذا ال شيل. اوكي، زي ما احنا شفنا قبل كده احنا عندنا دلوقتي ما حصلليش اي ايميشن لفوتون. اوكي، هيحصل دلوقتي ايميشن للسكند الكترون. السكند الكترون ده هيبقى الانرجي بتاعته زي ما احنا شفنا بي كي ماينس توايس بي ال. اوكي، احنا دلوقتي زي ما شفنا في الرسمه اللي فاتت هيبقى عندنا تو هولز في ال ايه؟ في ال شيل. يبقى معنى كده الاكسايتيشن انرجي بتاعت الذره دي هتبقى عباره عن توايس بي ال. طب دلوقتي عايزين نبتدي نتخلص من الاكسايتيشن الموجود في الاتوم ده ونرجع للجراوند ستيت. هيحصل الكلام ده عن طريق تو ترانزيشنز زي الراديتيف ترانزيشنز اللي في الاول دول. يعني ممكن راديتيف ترانزيشن يحصل مع النون راديتيف ترانزيشن في نفس الايه؟ في نفس البروسيس. فهنا هيطلع لي ال ال شيل دي هتتملي من الكترون جاي لي من بره، وبعد كده يطلع لي الكترون كمان من بره عشان يملا لي الايه؟ الهول الثانيه. يبقى معنى كده في تو هولز اتملوا بتو الكترونز جايين من بره، يبقى معنى كده انا طلع لي تو فوتونز بانرجي عباره عن بي ال، فرجعت لي تاني العمليه دي رجعت لي تاني الاكسايتيشن انرجي بتاعت الاتوم بتاعتي ترجع زيرو، يبقى رجعت جراوند ستيت. فهنا اللي في المرحله الاولانيه دي حصل نون راديتيف ترانزيشن، وبعد كده ممكن التو هولز الموجودين في ال شال دول يتملوا براديتيف ترانزيشن زي ما احنا شفنا كده، بحيث يطلع لي تو فوتونز بالاضافه للالكترون اللي كان طالع في الاول اللي هو الاو جي الكترون. البروبيتي بتاعت بقى ده يحصل ولا ده يحصل، عاده بنتكلم على البروبيتي اوف فوتون ايميشن از كولد ذا فلوريسنس ييلد. يعني دبليو كي ده بنسميه فلوريسنس ييلد، يعني امتى هيطلع لي فوتون، يعني لايكلي هود ان يطلع لي فوتون قد ايه. الاو جي ييلد هو عباره عن واحد ناقص الكلام ده، لان دي probability، فبروبابيلتي معناها ان هي من 0 ل 1، فلو دي بقيمه معينه يبقى دي واحد ناقص القيمه دي اللي هي البروبابيلتي بتاعت ان يطلع او جي الكترون. اوكي، فبنتكلم على ان احنا لو رسمنا الكيرف بتاعها، الكيرف بتاع ال دبليو كي بيبقى شكله عامل كده، الكيرف بتاع اللي هو الاي كي هيبقى عباره عن واحد ناقص الكيرف ده، واحد ناقص دبليو كي ده. لو احنا عندنا فرضا بنتكلم على ال L shell fluorescence yield، بنتكلم على W L. لو بتكلم على M shell fluorescence yield بنتكلم على W M. اوكي، فعلى حسب بيتكلم على كل واحدة من دول لها fluorescence yield مختلفة عن التانية. اوكي، فاحنا بنبص على دي ونبص على دي ونشوف بعد كده كل واحدة على حدة بيبقى شكلها عامل ازاي. في عندنا عدد من الترانزيشنز ممكن تحصل عندنا في دي اكسيتيشن اوف اتومز. يعني ممكن يحصل عندنا حاجه اسمها كوستر كرونيك ترانزيشنز، دي بتبقى راديشن ليس ترانزيشن وذين ذا سيم سب شيل. اوكي، يعني بتكلم على ان بيبقى مثلا عندي هول في ال L1 شيل بيبقى فيلد بالكترون فروم L3 شيل مثلا. اوكي، ويحصل بعد كده ايجكشن اوف ان M شيل الكترون مثلا. اوكي، لو احنا عندنا سوبر كوستر كرونيك ترانزيشن يبقى بيتكلم على كل الحاجات دي تبقى within the same shell. اوكي، هنا احنا كان عندنا في حاجات كانت من شيل وبعد كده بيحصل ايجكشن من شيل ثانيه، هنا بقى بيحصل يعني كل حاجه في نفس الشيل، يعني هامله مثلا L1 L3 ويطلع مثلا من L2 مثلا، يطلع الكترون من L2 مثلا بدل ما يطلع من M شيل هنا عشان يبقى سوبر كوستر كرونيك. في عندنا حاجه اسمها الاو جي كاسكيد،
دي خطيره جدا، بتعمل حاجه اسمها بوند بريكنج. بوند بريكنج دي معناها ان انا يعني يطلع عندي مثلا او جي الكترون، اوكي الجي الكترون ده بيطلع بسرعه فيخش في مثلا واحده من الكومباوندز اللي موجوده، وهو نفسه يبتدي يكسر في البونز الموجوده في الايه في الكومباوند ده، بحيث ان يحصل لي بريكنج للايه للكومباوند الموجود حوالين الاو جي كاسكيد اللي بيحصل ده. فطبعا دي مشكله، لان هي دي من اسباب اللي يعني احنا بنقول ايونايزنج راديشن، دي من الحاجات اللي احنا بنخاف منها، علشان ممكن هي بيبقى لها مشكله، بتعمل مشكله بالنسبه للدي ان ايه مثلا والحاجات اللي زي كده، لان هي ممكن هي تكسر الحاجات دي، وممكن نتيجه لكده تكريت كانسرز مثلا في الاماكن اللي هي بتتكون فيها.